نواقض الوضوء، يعني أشياء إذا حدثت للإنسان لابد أن يعيد الوضوء، وضوءه أصبح باطل غير صحيح. وضوء لامس يتر يلامس يتر يلامس ثم كرل وقت ثم لامس دو دي أشتغلهم شنو يتر دو. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل، من الدبر، من ذكر، من أنثى. لامس دو كلامس كرر دو لونها شين بيحكي بيهتيرا هو آر يالح. نعم، سواء كان بول أو غائط ملخ ملخ بيخشون نغا آر يولشلا شين بيخ يول ميتير آر يولشلا لامس دو ديش دو أنثى. أو ريح أو دم خليل إذا تي يقين إيش قدعة الله بيوخم شخ. الثاني زوال العقل بنوم مثلا يوغا حيقل دعدا غير حيقل دعدا غير خليل إذا نبقي درت أو إغماء أغمي عليه يا أبمرك وجرت أو نسرع في السلامة سكر شرب الخمر يا بغن خلرت أو جنون يا جن جو ديال قلوة درت. كذلك أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور، إذا أكل لحم الجزور انتقض الوضوء. إشتا فيربلو ديت وجيش دي أنشخينا لا مسكر الدوش دوشن. وكذلك نسرع في السلامة إذا ارتد عن الدين، كان يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف حول القبور مثلا. إشتا بوصل دين شوري أروى الأرتاني الله عن لير خليلي بايمر عن لير خليلي وما أولش يا طواف دولتو كش حلغت أحقق تنلامس كرر دولش دومن.